اهلا وسهلا بكم جمهورنا الكريم، ورمضان كريم ومبارك على كل الشعب العراقي. اصدقاء النجوم، حلقه جديده، واليوم ويانا نجوم فن ونجوم رياضه. اليوم ويانا نجم شاب ممثل دراما وممثل مسرح وحتى اذاعه اشتغل، صديق وحبيب وقريب من القلب الفنان والاخ صادق والي. رمضان كريم. رمضان كريم وكل عام وانت بخير. وانت بخير، شو اخبارك؟ والله تمام، مشتاق. شلونك ويا رمضان؟ والله الحمد لله ماشي، يعني الحمد لله لا جوع ولا عطش. هي هذا انت عارف عليها، لا جوع ولا عطش. الجو هم زين، مو حار يعني، معتدل. او سوالف ماشي يابا. اي والله الجو زين الجو. فبديناها الضحك ان شاء الله. اشكرك. ويانا لاعبة فنون قتالية، عود انا صرت اسوي موقف بيها، وقفت ورا الباب والسيد المخرج استاذ مصطفى صورني بالموبايل، فاتت قلت له ها، قالت له هلو، قال انزل ما ضربتك خطاط ولا شيء. الطياف محمود احمد، لاعبه المنتخب الوطني الخامس عالميا والثانيه اسيويا. رمضان كريم. الطياف الله اكرم علينا وعليك استاذ، شلونك؟ هلا بيك. الطياف انت شنو نوع الفنون القتاليه اللي تلعبيها غير البوكسات؟ أنا حاصلة على الخامس عالمياً بالمواي تاي، ثاني آسيوياً، ولعبة المنتخب الوطني الكيكوشينغاي، أول ثاني ثالث عرب وعراق، ولعبة المنتخب سابقاً الوشو كونفو، وثاني على العرب للألعاب التراثية. زين، ذن الكونكاي ما أدري شو اسمه، ذن حكيتين هن إلهم علاقة ذن إلهم علاقة ذن لو تختلف حد يعني. هاي الصوت بالكاتي واحد القتال، واحد هسه هاي الكون كاي ما ادري شو اسمها، هاي بعدين بتخلي هسه هاي رصينه وربابه وهذه لها حلقه كامله. صادق والي من قلنا له، هو طبعا اكيد مشاهد البرنامج، وقلنا له جيب لنا اقرب صديق لك، جاب وياه سرمد حسين، يقول هذا من اقرب اصدقائي. كل عام وانت بخير ورمضان كريم سرمد. صحه وعافيه. الله يسلمك سرمد. احكي لنا اذا تبقى صوتك راح نكتب سبتايتر شو تقول. على صوتك الناس ما قاعد يعرفون شو تقول. صوتك ناصح. افتح شويه. رمضان كريم عليكم. اي عافيه شويه بعد، كانك تغني. صحه وعافيه. اي عافيه. شلونك زين ويا رمضان؟ شلونك انت زين؟ لا صدق والله. بخير من الله. صادق وش قد صار لك تعرفه سرمد؟ سرمد صار تقريبا 8 سنوات. خالص سؤال السرمد. ها؟ شنو سالفتك صادق؟ لا انت سالفتك. انت قلت صادق وش قد صار لك تعرف سرمد؟ قلت لك صادق وش قد صار لك تعرفه سرمد؟ 8 سنين تقريبا. 8 جوره مو لو. لا عن طريق صدفه. ها ربي ان شاء الله العمر كله. ويانا لاعبه كره قدم مثلت المنتخب الوطني للناشئين ونادي القوه الجويه، اللاعبه فاطمه عقيل عدنان. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. شلونك فاطمه؟ شو تلعبين انت كره قدم؟ يا مركز مركز هجوم واشباه. يعني مو مركز الحبيبيه؟ لا. اشباه شبه يعني تلعبين؟ اي اشباه يمنى ويسرى. اوكي، يعني تلعبين باثنين رجلين ما شاء الله. اليمنى اقوى من اليسرى، اليسرى شويه ضعيفه يعني. زين. فاطمه يا نادي تشجعين من البدايه هيك اريد حتى ارتاح لك لو ما ارتاح لك؟ نادي القوه الجويه اكيد. لا عالميا تحياتنا لنادي القوه الجويه ونتمنى لهم التوفيق في مرحلتهم الاسيويه. عالميا شو تشجعين؟ برشلونه. هلا برشلونيه عمي، برشلونيه. صادق سرمد يقول صار 8 سنين يعرفني. اول كان 8 سنين تختلف عن 8 سنوات. لا مو 8 سنين. تعال جيب لك بطن اليوم. يفرق شهرين. صادق اول يوم التقيت بسرمد شنو هو قال؟ عن طريق الصدفه. اي مو قوه سمعتك من قال الصدفه لان صوته ناصح. اي مو هو شوي يعني اول مره يدخل الاستوديو. أيه. وطبعا فرحان يريد يشوفك. ان شاء الله ان شاء الله احنا فرحانين والله بالله. يشوف البرنامج ويشوف العراقيه. فرحانين اكيد. الله يسلمك. العراقيه الرياضيه دار ضيافه لكل العراقيين. الله يسلمك. بكل طوائفهم وبكل تخصصاتهم. الله يحفظك. اول يوم التقيت بسرمد. بس خلص منه. يقول بس اريد اخلص منك. لا صدق والله. سرمد عند بستان مشتل. اي. فيبيع الورود والهاي الامور، ماكو الشتلات. اي فرحت اشتري من عنده فعرفني وسالفه من الناس، صرنا اصدقاء. يا سبحان الله، يعني انت مرات الصديق هم رزق. هسه انت بيتك مليان شتلات. مليان. كله ورد.
يعني ارتاحت لك صديق وفتحت له قلبك. يعني مرات استاذ كاظم احمد مرات تشوف انسان كانك تعرفه من زمان. اكيد صح. فيا سبحان الله من اول ما التقينا يعني هو يعني كانما اعرفه صار سنين، فهو نفس الشعور ما اعرف شنو السبب، فصرنا اصدقاء. ربي يديمه ان شاء الله. سرمد انت سكنك بعيد عن صادق؟ انا بالراجديه. اي هو بالشعله. هو قريب على الجزيره السياحيه. اي ها هو هناك بالمشاتل هنا صدر القناه. على راسي اتشرف. متواصلين عن طريق الموبايل ومرتين تطلعون مرتين ثلاثة نتخابر باليوم. ما شاء الله هذا عشق. هذا ايه. عشق. زين شلون انت ونايم مهدي؟ تحياتنا لنايم مهدي فنان كبير. عاد كل نايم مهدي يطلع نايم مهدي. تحياتنا للاستاذ ناهي ابو سياد والله الله كريم كان ضيفه ويانا مميز. اكيد اطياف. نعم. انت صديقة فاطمة؟ نعم. جورة لو شنو؟ لا تعرفت عليها بالقوة الجوية، كنت تلعبها من القوة الجوية كرة قدم. نعم. هاي كرة قدم؟ اي نعم. هواي العاب مختلفة. ما لعبتين؟ هواي العاب. عندي بها مراكز محلية. ما شاء الله. زين انت قلتي يعني الخامس عالميا. بيا سنة اخذت هذا المركز؟ 2013 بتايلند. والثاني اسيويا؟ 2014 بتايلند. زين حاليا اكو بطولة قريبة لك ان شاء الله؟ حاليا متوقفين بسبب الجائحة مال كورونا. نعم. اي بس التمرين مستمر؟ الحمد لله. التمرين مستمر. فاطمة اطياف ايش قصة لك تعرف فيها؟ بالست سنين من 2016 عرفتها. اوكي. شنو رايك باطياف؟ يعني يا لعبه لو قلها القتاليه لو كره القدم بدون ميول عاطفيه؟ احنا مو انت لان تلعبين كره قدم لازم تقولين لا لا. بالنسبه لاطياف انه هي باللعبتين زينه بس الاحسن انها الفنون القتاليه. قاتلتك هم يوم وليله؟ لا. ربي يحفظكم ان شاء الله. يحفظك يا رب. هاي الصداقه والود. شو عندك تلهي؟ فنون قتاليه؟ لا اقول لك انت ما مسالم مدرب مال القاعه؟ اي الا يعصر يدك. الا يعصر يدك. الا يعصر يدك. السلام عليكم. الله حبيبي. انت مبين من جسمك تلعب حديد. صادق رمضان اجواء وياك شلونها؟ والله الحمد لله والشكر. يعني هي اجمل ما به برمضان ان تنجمعون انتم العائله كلها بسفره واحده. اي والحجي والحجيه والاطفال. تحياتنا لهم ربي يحفظهم. شو اشتغلت برمضان؟ حقيقه دراميا ما اشتغلت. انا من قلت حقيقه شفتك وفد حصري. اي يعني لان ما اعرف شنو السبب دراميا ما اشتغلت. انت كل سنه تنزل؟ كل سنه انزل عمليا. انا العام عندي عمل عربي ايضا بالاضافه الى عمل عراقي بس. أي. على العراقيه. شو عندي عمل وعندي عمل باللاذقيه عربي بسبع دول عربيه مشتركه. السنه ما اشتغلت ولا مشهد للاسف الشديد. يعني ما اعرف النظام الموجود بالعراق ما ادري شلون يختارون الممثل. مثلا تلقى ممثل نازل بخمس اعمال. احنا شهادتنا بيك مجروحه. الله يسلمك. مو لان انت قاعد يعني اليوم بالاستوديو مشرفني لا انت بس شرف. انت ممثل راقي وخلوق ومحترم. بعدين انت انسان يعني تعبان على نفسك وملتزم بشغلك يعني. والله ابو احمد مرات تشوف ممثل الله يوفقه يعني نازل بست اعمال خمس اعمال وتلقى واحد مثل كاظم دلل اللي هو يعني نجم مميز طبعا انت معروف على مستوى العرب ما نازل مثل مشهد في مسلسل جريمه. الحمد لله سنة اشتغلت ثلاث أعمال يعني بينما أنا اكتفي بعمل واحد كل سنة. بالضبط. قصد الأمثال تضرب ولا تقصد. صح مثلا. صح. أكيد القمر لا تحجبه النجوم وأنت قمر وإن شاء الله نورك ساطع. الله يسلمك. سرمد شنو رأيك بصادق كإنسان بعيدا عن الفن؟ صادق الحقيقة يعني إنسان راقي. الله يحفظك. مبدع. الله يبارك بيك. يعني أنت جربت بمواقف جربت شلون؟ اي انا فد يوم ما عندي سياره حسبالي يقول اليوم فد يوم ما عندي شتله وجام اذا هاي يجيب لي من الحديقه مالته ترست الهيار ما عندك سياره وخابرته ما عندي سياره وجال يمي هو مستعجل يروح للتمرين اي اروح النادي مرشاقه اي يعني جيم فهو طريقه هيك وانا طريقي هيك عارف شغله ووصلني لا هاي صادق مشهودت له يعني ايه هو ابو الوقفات الطيبه الله يحفظكم اكيد ابن عشائر ومتربي اطياف نعم اصعب مواجهه خفتيها خلال مسيرتك الرياضيه كانت امام منو يعني دورة العاب اسيويه بكوريا اي كانت اول لقاء لي ويا صينيه صيني يا حجم هاي ويا لاعبه صينيه اي زين انتم هاي
البطولات المقابلات او هاي النزالات تكون نعم. مبنيه على العمر لو مختلف الاعمار هو فئات متقدمين نعم بس اكو فرق سنه سنتين ممكن اكيد كانت اكبر منك لو اصغر والله ما اعرف صراحه بس هم يشابهون اذا اكبر واذا اصغر يشابهون زين اي نعم على اوزان نمشي وكانت هذا النزال صعب كان جدا صعب اي نعم فزتي به لو لا خسرت فارق نقاط اي هو انا اعتبرك يعني كتجربه اولى اكيد اكو رعب اكو فدره بعدها قمت احقق اخذت خبره ايه؟ صراحه بعدها قمت احقق انجازات يعني طلعت معسكرات تحت اشراف ماستر مصطفى جبار عليك اوجه له تحيه له نعم فقام يطلعنا معسكرات محليه ودوليه زين. كلش فادتنا بتايلند الحمد دوليه لله. الحمد لله وشكرا بعدها استمريت بعدها استمريت النجاح نعم حلو فاطمه حاليا انتم عندكم دوري لو متوقفين اي كان عندنا دوري اخذنا الدرع الدوري اه حلو ما شاء الله اخذتوا الدرع اي صح انا نسيت انا وجهت تحيه في احدى حلقات برنامج اصدقاء النجوم للكابتن من خلال الكابتن حمود ناصر كابتن مدرب منتخب كره اليد النسوي قلت له نادي القوه الجوي حقق انجاز واخذ الدرع درع الدوري انت كنتي احد اللاعبات الاساسيات لا لانه احنا يعني اكو بنات اعمار اكبر من عندنا وعندهم خبره من عندنا انهم هم لاعبات سوبر اي فاحنا يعني نعتبر ناشئين صغار فاحنا يعني قدامنا مستقبل كبير مو مثل ما انه البنات اقدم من عندنا انه نجي ناخذ مكانه فهذا احنا عندنا ما يصير اه يعني انتم لازم تحضرون هكذا مباريات للاستفاده والخبره للاستفاده والخبره من عندهم لان هم عندهم خبره اكثر من عندنا اي زين صادق برمضان تعرف تتغير يعني تكثر الوجبات الغذائيه ومتنوعه وانواع العصائر وبالسحور هم سفره ما شاء الله هذا خير العراق ان شاء الله ربي يحفظ العراق ويديم الخير على كل ناسنا افضل اكله تحبها انت تحب بالفطور يعني تحب تاكلها دائما يعني هي شوربه ماده يعني رئيسيه زين بس اكو انا بالنسبه لي عندي التشريب اهم تشريب شنو؟ يعني تشريب مثل دجاج احبه التشريب انواع مثلا اي مثلا اي مرقه حمراء اي احبها كلش احبها تشريب مالتها يعني دائما لازم سفره بيت صادق والي بيها تشريب اي ويا ريت الوالد هاي من الوالد ماخذها؟ اي وراثه من ابوي الله يحفظك الله يسلمك لازم حمراء ولازم بها لحم لو دجاج لو لحم لازم ربي يحفظكم ان شاء الله ويديم الخير على كل الناس سرمد حبيبي. بالسحور انت تسحر لو اكو ناس انا هواي اعرفها بالصيام ما تسحر يقول لك انا حتى معدتي تكون مرتاحه وكذا لا 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 السحر شنو تحب تسحر ثقيل وجبه خفيفه لا خفيفه دائما خفيفه شو تحب؟ يعني كبه اي جبن هذا زين اوقات السحور انا بالنسبه لي ككاظم مدلل يعني دائما السحر من الوحده ونص للثنتين ورا الثنتين ما سحر عائلتي يعني أي. حتى ننام مرتاحين وخفيفين بين ما تنام بين ما تعرف هذا على ما واحد يشوف في يوتيوب على ما اعرف شنو اي شويه يهضم ينام مرتاح الساعه بس تسحر من الثنتين للاربعه هاي الساعتين يعني قبل الاذان انت لازم حتى اكون جهز اموري قبل الاذان اصلي وانام اوكي البارحه فلك شنو سحوري؟ شنو؟ هم حاطين يعني هواي اكو مرات اللي يزود من الفطور يخلوه سحور اي مو؟ صح اكيد فبالاضافه الى السحور بحر ما يعني نبي التشريب لا ثرو ما شرفك اعزائي المشاهدين من الثرو مال السمك ومن هذه الحلقه الجنن بضيوفه والخفيفه في هذه الاضافه الي اليوم بصراحه البنات الشابات اتمنى لهم ان شاء الله كل الموفقيه والنجاح في مسيرتهم وصادق وسرمد شرفوني راح نرجع لكم لكن بعد الفاصل مع اصدقاء النجوم أعزائي المشاهدين رجعنا لكم مرة أخرى في برنامج أصدقاء النجوم ووصلنا
الى مرحله الالعاب وهاي اللعبه اللي حابينها الناس كلش من خلال التعليقات اللي شفناها. يعني انا اكو ناس ضيوف جو هنا قالوا فيها تقدر، قلت لهم ماكو عين هاي اللعبه كالاتي: النفاخه تنفخ بها تاخذها لك زين كورونا وتعرفون وهالشغلات. عيني راح 30 ثانيه من الكنترول من استاذ مصطفى زين. شوف مجرد ان تخلي النفاخه هنا بعد ماكو ايد زين. اوكي زين يعني القلاص العفو طياف القلاص ينشال بالنفاخه ومن من تخليه هنا كنا يوقع اوكي يبقى واقف اوكي خلال 30 ثانيه كل أي. فريق عنده 60 30 ب 30 أي. 30 ب 30 أي. منو اكثر يلا فريق ينقل قلاصات هو فائز. هن كم قلاص كلهن؟ انت عبد حسن احنا نقول كلهن استاذ مصطفى يسال عن القلاصات كلهن هسه تنقل لك اثنين ايوه خلينا نشوف بك البحر البحر عادل حمداني تحياتنا له شو يسوي؟ قلت له طلعنا فوق استاذ مصطفى بمن نبدي؟ يلا اطياف طالما انت واقفه اطياف ها راح تقوم اطياف انت تقوم وراها حتى المنافسه تشتد ماشي يعني فهمت اللعبه؟ بنفس الوقت؟ اي بالمناسبه اكو ملاحظه جدا مهمه ايه؟ لا لا مو نفس الوقت اتبعت ايه؟ ملاحظه جدا مهمه وقعوا بيها اكثر الضيوف اللي شرفوني من يوقع القلاص لا تلتهي بيه بعد انت عبره حتى تاخذ فرصتك اكثر اخذي لك نفاخه ايه مجرد يعني ما تبقى نفس النفاخه هاي نفاخه لها بعد يعني هي وحده اي وحده اي وحده استمر تنقل بها نعم ايه يلا كيو روحي عافيه عافيه طياف عافيه طياف ما يخالف ما يخالف وقع المفروض ما يوقع طياف المفروض ما يوقع يلا بسرعه استعجلي 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 هاي المفروض هسه خبره لكم خبره لكم عافيه طياف حلو حلو عافيه عافيه بابا يلا 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 ها الوقت بعده حلو حلو يا رجلي يلا حلو خسرت ذبيت فتك خسرت خلص الوقت تستحق والله تستحق تصوير هاي نفاخ فيها لك طياب تعال اقعد بمكان استاذ عقيل عقيل هسه انت العفو صادق عقيل منو كان عقيل ياهو اقول لك عقيل ياهو ما ادري لا لا حسبنا اربعه استاذ مصطفى اربعه لان هذا الخامس وقع وقع اقول لك عقيل ياهو عقيل زايد هب يا عقيل وبادر صادق اي دائما الفريق اللي يبدي تكون فائده للفريق بس هي اربع قلاصات هي اربعه واحد وقع انت بعد بس هي عندها بعد فاطمه وانت عندك سربت يلا اوكي خذ لك نفاخ اخوي ايه. نفس السالفه من ساعه سال صادق عن القلاصات ايه؟ قال بس هذين على اساس راح يمكن تلعبوا مصطفى دماغك عليه شويه بس يلا بس هو يلا صادق كيو روح وف ايدك وخر ايدك خليها ظهرك خليها ظهرك ايدك عبد صادق اركض بسرعه اركض اقول لك اركض 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 خلي لك ظهرك هيك اركض هذاك جرفته مزن يلا يلا صادق يلا صادق اركض والله عمي زين بالله العظيم زين روح انفخ تشريب انفخ هسه راح ينفخ يلا حلو يلا حلو بعد واحد بعد واحد ايش قد وقت عنده؟ اركض عندك عشرة ولا تركض تعال بعدك وحد 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 تعال بعدك وحيد اركض خلص 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 والله عمي زين صار والله استريح بمكان فاطمة فاطمة تعاي إذن أعزائنا صادق وطين يا هندني بلا زحمة إذن أعزائنا المشاهدين التعادل مستمر بالمرحلة الأولى فريق أطياف جمع أربعة وفريق الفنان صادق والي جمع أربعة لحد الآن بعد عندنا فاطمة من فريق أطياف وعندنا سرمت من فريق صادق أخذي لك نفاخة بابا بعد افتهمت اللعبة أي افتهمت زين تلوحين أنت يلا يلا تحضري يلا تحضري خليها خليها؟ اي خليها يلا يلا
الشعر شلون؟ يا كيو روح بعشرين ايدك روح ركضي ركضي يلا ركضي عافيه 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 جيد 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 بسرعه 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 خلي الشعر اسوي شنو مثلا شوربه وقع بي هي فاخه وقلاص يلا 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 عافيه 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 ركضي ركضي سرمد انت المصير بيدك يلا 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 ايش قد وقت بعد عندك يوم تلقي ركضي ركضي لا أسرع لا 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 روح 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 فاطمة جمعة أربعة قعد بمكان سرمة سرمة وسرمة وأطياف أربعة أعزائي المشاهدين ثمانية فريق أطياف المصير يم سرمت يم سرمت سرمت إذا جمع أكثر من أربعة يعني فازوا فريق صادق أما إذا أقل هاي المرحلة الأولى خسرتوا بيها أوكي خذ لك نفاخة سرمت همزين نفاخاتنا كفن يلا تعال سرمت تعال هنا عاد حتى من نايس سرمت الاخطاء عرفتها توقع النفاخه لا تنتهي بيها جيبها وتعال القلاص يوقع استغل وقتك عندك 30 ثانيه يلا يلا كيو روح روح اركض 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 عادي اركض اركض تاكل وقع اركض 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 على كيفك على كيفك على كيفك اركض اسرع 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 بطل 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 يلا اركب 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 عبيد بعدك اثنين بعدك واحد اركب اركب عبيد عبيد سرمت يلا يلا وقت عدي اركب 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 خلاص الوقت خلاص الوقت خلاص 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 اذا اذا المشاهدين ستة أربعة ستة أيام خمسة لا أربعة واحد وقع واحد وقع أي والله واحد انتهى هذول سودان خمسة واحد انتهى الوقت شنو هاي؟ ها واحد انتهى الوقت ايه. عافية طياف نعم ايه. رجعوا كل من مكانه رجعوا كل من مكانه أعزائي المشاهدين فريق طياف ثمانية خذ نفاختك وفريق حس ما أريد أشاورني سلمك فريق طياف ثمانية فريق صادق ثمانية إذا تعادل شلون راح ننهي التعادل؟ اختاروا واحدة منكم من هي؟ نفس اللعبة من هي؟ أنت؟ تحسن مني وأنت منو؟ أه تحسن من عندي والله تحسن سرمد أحسن شوف مني مو أه؟ قوم أطياف نعم هاي بعدين أنتم بيناتكم سرمد أحسن وأنت أحسن هاي بيناتكم سرمد شو التزيين؟ يلا حضرنا 30 ثانية حتى ننهي التعادل فاطمة شيل الكوشة خليها وراج استاذ مطل جاهز كيو روحي وقعت النفاخه هذه مصلحتك وقت كيو وقت 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 كيو كيو شنو السالفه يلا 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 صارت البارحه عادل حمدان ابيك ركض 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 طياف ايش بيك يلا عافيه 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 لا ترتب كيف عافيه 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 وقت ايش قد عندنا بعد ركضوا سياف ركضوا ركضوا روح 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 روحي روحي يلا خلص الوقت خلص مع الاسف اطياف صارت عندها حالتين النفاخه هنا فلتت بعدين من العجله والاستعجال نسيت القلاص وراحت ركضت بالنفاخه جمعت ثلاث قلاصات وهذا يعني انا اعتبره انجاز انجازي اي خلال هاي الاخطاء اللي صارت عندها من راح يقوم يلا يلا تفضلي اطياف شيلين عاد شكرا بابا استاذ استاذ مصطفى دقيقه صادق دقيقه على كيفك عصير خلنا احكي خلنا اقول هم تطير مجال تقول طواري استاذ مصطفى اطياف جمعه الثلاثه صادق اذا جمع اكثر من ثلاثه هو الفائز طبعا يقول له اذا اقل خسران طبعا روح 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 العداد شيل ايده شيل ايده يلا 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 اركب 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 اعطيني الوقت استاذ مصطفى اركب 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 نفاختك هاي وقعت النفاخ اركب 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 شغلتي شغلتي
بعد عندك وقت اركض 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 خلاص اللي ابو الزرد اركض 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 خلاص 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 فريق صالح ثاني تسمح لي تحيه تسمح لي تحيه شكرا لكم رجعوا لمكاناتكم اطياف وصالح اذا اعزائنا المشاهدين صادق والي التشريد جاب نتيجه والله العظيم يعني هم قعدت صالح عنده اخطاء لكن لياقته زينه وقدر انه ياخذ هاي النقطة بهذه اللعبة. أعزائي المشاهدين حتى يرتاحون الضيوف ناخذ فاصل وراجعين لكم مع أصدقاء النجوم. أبو أحمد رجعنا لكم مرة أخرى أصدقائنا وأحبائنا مشاهدينا الكرام في برنامج أصدقاء النجوم وحاليا فريق صادق والي هو المتقدم على فريق أطياف وفاطمة. صادق شنو رأيك باللعبة الفاتت؟ والله لعبة جميلة وطبعا بالمناسبة تعتمد على اللياقة والنفس وهي مفاجئة يعني احنا ما متمرن هيش تمرين مثلا هو أيضا تمرين جيد للرئة بالضبط. أنت الفيروس نال منك انضربت كورونا؟ لا أبد الحمد لله سرمت أطياف فاطمة زين إذا عندنا فريق الكل شو ما بيهم فريق كورونا صادق الصعوبة وين باللعبة الفاتت؟ تركيز تركيز إرادة تركيز عالي لأن وقت عندك عداد إيه تركيز لازم يعني أنت يديك لي ورا ما تلزم النفاخة تنفخ سيطرة على القلاص نفسك والتفريغ يكون داخلي وتفرغ بفم إيه وتنزل القلاص يعني صعب جدا صعب أطياف وين لقيت الصعوبة نفس اللي قالها أستاذ صادق؟ لا أنا شوية الخطأ صاعد الارتباك لا يعني الصعوبة لا. ما بيها اللعبة؟ لا ما بيها صعوبة لأن تعتمد على السرعة البديهية إيه الوقت الوقت هو اللي زاحمكم لا انا احسك من خلال التعادل اللي صار صار الارتباك صحيح شلون ما كانت فوزين نعم بس الرياضي المفروض يركز يركز باللعبه اكثر ما يركز بالنتيجه أكيد. اليوم المهاجم اذا ركز وشاف الجول اكثر ما ركز اقول له ما اقول صح مو صحيح؟ صحيح هاي المفروض انتم الرياضيين تنتبهون اكثر من الفنانين، الفنانين الناس اهل مسرح واهل هاي ايش عندهم؟ مو مثلكم يتركز فالرياضي لازم يركز باللعبه اكثر ما يركز بالنتيجه النتيجه تجي بعد تركيزك بنفسك مع نفسك فاطمه حبيتي اللعبه كلش حلوه بس شعرك ضوجت مو اي والله انت شعرك بي خلي يوقع سرمد وانت تخبل انت تدري نتيجتك تخبل اكثرهم بس عندك خانك الكلاس الواحد اي وانت نقلت الى خاين هذا يعني اعزائي المشاهدين سرمد نقل سته واحد اول واحد وقع والثاني انتهى الوقت دي يعني اكثر واحد بالفريقين نقل الكلاصات هو سرمد فنودي له تحيه سرمد هسه جينا اللعبه الثانيه اللعبه الثانيه كل فريق عنده 20 طوبه كل واحد 10 زين واحد راح يلزم الكلاص كلاصين كلاص يكمل يفرغ الثاني يخلي بيه والثاني يشمر له الطوبه لازم الطوبه تفضل استاذ زين سرمد زين خلي البنات اول شيء السيدات اولا لا انت تريد تطبق لا 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 من الساعه هم بدوا زين ما اسمه شوف حتى استاذ مصطفى يقول لا زين اوكي من الساعه هم بدوا انتم اخذتوا الخبره منهم صح هسه انتم تبدون مو كل احنا اوكي زين شوفوا فنانين مو تدلل علينا هم خطيه هم مو كله وياكم يستاهلون اخوي راح تلزم طوبه تضربها ضربه واحده توصلها صديقك لازم يلقفها بالكلاص اذا ضربت الطوبه مرتين بالارض خلاص ها يعني لازم تضرب مره واحده انت هو يبعد هنا واحد اطياف تفضل هنا مكان الاستاذ صادق نعم صادق تفضل هاي لا هو يشمر لي لو انا اشمر لك كيفكم انتم كيفكم يا اللي يشمر خليه يشمر يشمر لي ضربه واحده خلت توصل لي شفناه احنا بالهذا شايفين لا تفضل تفضل هناك تفضل هناك رجع هنا زين زين هذا الكلاس شنو الثاني استاذ ينترسل اثنيناتهم لازم؟ لا اكثر عدد تجمعهم، لا انا اخذ منك من ينترسل. ها اثنيناتهم؟ اكثر عدد تجمعهم بس مو طوبتين وتفرغ، لا مو هي الصعوبة شلون وين افرغ؟ اي ما جاي افتح اربع طوبات اذا صار بالقلاص غير القلاص. اخذ الفارغ. يعني خليه هذا يتصفق عادي اذا يعني. اربعة
حتى شنو لازم أربعة؟ أنت لازم تجمع كلهم المفروض. زين زين سؤال، يعني يصير أجمع باثنين لو ما يصير لازم أخطبوط مثلاً. مثلاً ما يصير. باثنين حتى نجمع بواحد بس واحد بس هذا مو ينترس اتفرغ. من ينترس؟ من يعني لازم أربعة فما فوق يلا. إيه. يلا. أقل من أربعة ما يصير. قول يلا. عشر طوبات. الطب طبتين ما يصير، تنزلها بصدرك ما ادري شنو بايدك ما يصير. انزل لها عادي طب كيفك اي بس ما تقوم، لا انت تقوم ولا انت تقوم. وانت قاعد وانت قاعد. يلا سلمت. كيو بسم الله. هاي اول وحده. راحت 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 راحت. مبلغ. يلا. نه نه. هاي الثانيه. حلو. يلا. يلا. هاي الثانيه. الوقت. هاي الثالثه ما لها وقت، هاي عشرة راحت هاي راحت. لا وين؟ راحت راحت. راحت. نزلت بطنك. سويت بس وحده طياف حسبي. نعم. هاي راحت هاي الثالثه. يلا يلا. هاي راحت هاي رابعة ظل الطرق الوحدة هاي خمسة ويا انزل في الله هاي خمسة انزل هاي خمسة حلو يلا 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 هاي راحت سابعة هاي ثامنة راحت كامو الكلاس غيرون جميلة يلا 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 هاي التاسعة حلو يلا هاي العاشرة والأخيرة راح بس ثلاثة أربعة 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 لا واحدة ما حسبناها لا لا واحدة ما محسوبة واحدة بطنك شلون سكتة عندي عندي فارس عندي فارس أستاذ مصطفى وقاعدين والناس تعبانين أستاذ مصطفى أعزائي المشاهدين هاي الكرة ما محسوبة نزلها بصدره ميسي فهذه محسوبة بس ثلاثة واحدة اثنين ثلاثة فريق صادق بالمرحلة الأولى حصل على ثلاث كرات منو يشمر انت لو فاطمه تشمر فاطمه تشمر أيوة. تفضلي زين فاطمك فاطمه سر ما تقعد بمكان فاطمه تقعد بمكان مو تقعد بمكان تقعد بمكانه اي طبعا اي 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 اقعدي بابا هسه عندكم انتم هسه المفروض انتم هسه سهمكم الراحه بالمرحلة الأولى صادق حصل بس ثلاث كرات. كيو. هاي أول وحدة. حلو. هاي الثانية. لا تقومين. لا تقومين. هاي الثالثة. شو فريقين بس أول وحدة هدي. هاي الرابعة. ما يصير ظلت منا ومنا. يلا أقوى شوي. هاي الخامسة حلو. هاي السادسة راحت. هاي السابعة راحت. هاي الثامنة حلو. لا. يلا. هاي التاسعة حلو. حلو. هاي العاشرة أربعة فريق الطياف أربعة أي تتعلم أنا من فرحان فرحان قوي أنا من فرحان غير أربعة شغير على المرة أعزائي المشاهدين فريق الطياف على الرغم من أنه فاطمة ما كانت توصل الكرة بالمستوى المطلوب لكن حصلت على أربع كرات واحدة اثنين ثلاثة أربعة هم رجع الحسم بي سرمد أي ها هسه أنت تفضل استاذ اشمر سرمد سرمد بمكان طياف فاطمه بمكان سرمد طيب يلا هسه لحد الان فريق اطياف هو اللي فائز راح اشمرها عليك كيف وانت سكرها سرمد القبيدك غير هذيك الاصابع شو ما اخذت غير تجيب لي اياها هذا ناخذ وراها يلا لا وقف وقف صادق سرمد بالقاع يا بالقاع والله بريك يابا بالقاع تغير مستوى احنا يلا هاي اول وحده راحت فدوه هاي الثانيه راحت لا تقوم سرمد سرمد خذيه هاي الثالثه اه حلو ثالثه حلو راح سترها هيك هاي الخامسه ستر خامسه حلو هاي السادسه حلو حلو هاي السابعه راح هاي الثامنة مو وقت عم عشرة أخير هاي التاسعة حلو حلو هاي العاشرة والأخيرة والله الله 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 حلو سرمد حلو سرمد حلو سرمد يعني سرمد جمع أعزائي المشاهدين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة والثالثة تسعة تسعة رجع الحسن بيد فاطمة قوم. يعني هسه انتم اربعه يعني لازم تجمعين خمسه فما فوق مكان سرمد وعيب عليكم تخسرون بالثانيه انتم ذيك انتم فزتموه ذيك اللعبه انتم فزتوا ليش قومتني؟ هنا إيه تقعد راح يبدلون كلاسات راح تعاركون اعزائي المشاهدين صادق وصديقه يقول له شلون تقومني؟
دقيقة بس خل فاطمة. نعم. العفو صادق. فاطمة لازم تجمعين خمسة فما فوق. تمام. مثل ما قلت قبل شوية لطياف، التركيز أهم نتيجة، ركزي باللعبة لا تفكرين بالنتيجة. تمام. أوكي؟ كيو. حلو، هاي وحدة. راحت. خطولة. اثنين. حلو. أربعة. خمسة. ستة. الله 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 الله. سبعة. دقيقة عمي، دقيقة. خارج وقت. دقيقة دقيقة عمي، دقيقة دقيقة. سبعة. بطلنا. هاي تنعاج. دقيقة. يلا يلا. شنو هذا؟ ثامنة. الله تقولش المفروض مو شبه. هاي التاسعة. راحت. وهاي العاشرة. الله يستحقون التصفيق ونصفق لهم. يعني راحوا فريق صادق والي بالرجلين. خلي نحسب الكرات. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. وأربعة. 12. السلام الله. عفوا. 12. وانتم 9. إذن أعزائي المشاهدين، فريق صادق بهاي اللعبة راح تشريب. اي أيوة والله. انت تحب التشريب رحت. اي أيوة والله راح صرت. إذن واحد واحد. حتى ننهي هذا النزاع بعد الفاصل. راح اطلع لكم لعبة ننهي بها التعادل. فاصل وراجع لكم. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصدقاء النجوم، والتعادل مستمر بين صادق والي وأطياف. سرمد، عجبتك القعدة هنا؟ غير؟ تعال سرمد. غير مكانك. فاطمة قعدي. تحياتنا طبعاً. سرمد هم نقذك. إي نقذني والله. بس ما يعني أنت اللي خذلتي. إي صح. يعني هو اللي عليه سوى. لكن فاطمة، أعزائي المشاهدين، فاطمة بس هي الزود، مو بس الفاطمة، كان الرمية مال الكرة مال الأطياف هو سبب فاطمة. بس فاطمة حلو والله. انت صادق قلت شيء قبل له؟ لا بس نلعب يعني، بس ما صادق. بس ما شاء الله يعني، بس اثنين فوتي يعني. طبعا. استاذ مصطفى، شلون هسه من التعادل؟ اوكي، من يمن هي. حلو، خوش خوش معلومة. قلت له شلون اني؟ قال من يمك بكيفك. احنا فزنا عليه. انا اقول نعطيهم 10 ب 10، شو تقول؟ اذا منو راح يرمي ومنو راح يصد؟ انت المونا صد. تمام. اذا يلا 10 ب 10. اي انت الصد وانا سرمد. ارجع ارجع اساسا. تفضل فاطمه هاج. 10 كرات ب 10 كرات. انت الصد وانا ارمي. اي بس انتم المفروض تستفادون هسه. اي هذا الحد الفاصل ترى. أي. بعد ما عندنا اي لعبه وراه. اي يلا يلا كلو. روحي. هاي اول وحده. حلو. هاي الثانيه. صادق يدعي. اي والله. هاي الثالثه. حلو. هاي الرابعة. لا توقع. راحت. هاي الخامسة. راحت. راحت الحمد لله. هاي السادسة. حلو. وهاي السابعة. حلو. وهاي الثامنة. حلو. وهاي التاسعة. حلو. عم رحتوا. وهاي العاشرة. الله 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 الله. ما يخالف. ما يخالف. كم طوبه على اساس انت تقل راح كلنا نجيب. اعزائي المشاهدين، فريق اطياف وفاطمه مستمرين بالتالق. نحسبهم. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهاي السادسه. سته. سرمد. اذا سرمد المصير بايدك انت. تعال اخوي تعال. اعطيني تجمعون اكثر ان شاء الله. تجمعون اكثر ان شاء الله. حطوها. يلا. وين ذن الطعم؟ عوفنا ست. هاي بيدك كله ما مقتنع فيه. شوي ذا المباركات. لا المباركات لنا بالقاع. يلا. لان خسرنهم بكي فوزني. من هذا الباب؟ اي يلا. بسم الله. كيو. هاي اول وحده. ما يخالف ما يخالف ما يخالف. راح. ما يخالف يلا. ما يخالف.
يا بوصلها لا ترى راح يوقع زين. ما ادري. هاي واحد. هاي الثالثة حلو. هاي الرابعة حلو سلمت. هاي الخامسة حلو سلمت. وهاي السادسة حلو سلمت. هاي خلطة رقم أكثر. وهاي السابعة يلا سلمت. سابعة حلو سلمت. حلو سلمت والله. أصل قصرت سبعة سبعة لا سبعة هاي الثامنة هاي الثامنة يلا هاي الثامنة مو سبعة تقولي إيه إيه بسم الله هاي التاسعة أقولك باكر عم نجي هاي التاسعة هاي التاسعة داخل شو وش قلت وهاي العاشرة والأخيرة ما شايف سلمت شكرا والله يستحق يستحق يعني سلمت هيك يرقم طاقه اعزائي المشاهدين فريق صادق والي اكتسح فريق البنات يعني بشكل لا يصدق خلي احسبهم وحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانية يعني بس واحدة واحد شكرا لكم كل من ياخذ مكانه استاذ ايش قال عندنا وقت استاذ مصطفى شكرا لكم فريق صادق والي طبعا هارد لك البنات اطياف وفاطمة سووا عليهم لكن فريق صادق والي اليوم وياه حارس مرمى يضاهي يعني حراس العالم وعد حمودي والله يستحق احلى تحية سلمى شكرا لك وطريقه يعني طريقتك يعني بالطوبه يعني شلون تلقف الطوبه يعني طريقه غريبه والله كانه ما شاء الله مغناطيس يعني يندق الخشب هيك وهاي الطريقه حلوه يعني اتمنى الضيوف اللي راح يشرفونا يستفادون من انه تلقاه هيك ويعوجه يعني مستحيل ما تقدر تكبس وترجع ما تطلع اي شكرا لكم شكرا لك صادق شكرا لكم وشرفتونا صادق شرف قبل لي ان اكون ببرنامجك وبرنامج العراقيه الرياضيه وشكرا لدعوتك وشكرا للكباتن شكرا للعاملين خلف الكواليس رمضان كريم وكل عام وانت بخير الله يسلمك قبل الختام صادق واطياف نعم. فاطمه وسرمد الغالي سلمة. اريد من كل واحد يصف الصداقه بجمله صادق والي الصداقه رزق رزق من الله الرزق مو بس فلوس رزق صحبه زينه امك وابوك راضين عليك هذا الهوى تشتم رزق الصداقه ايضا رزق صداقتي بيك رزق معرفتنا بال هذا كله رزق احلى تعبير فعلا الصداقه رزق, رزق. الله من يريد يرزق واحد يرزقه بصديق وفي ويكون حزام للظهر أيوة والله. فاطمه صداقه الجمله الصداقه حلوه بس ما تنقال لكل شخص حلو احسنتي سرمد مثل ما قال ما عندك شيء تقوله وراه يعني صدق يعني صدق الصديق رزق من الله رزق صح فعلا والله الصديق رزق اطياف الصديق ما يتعوض تكتسب لك شخص واحد صديق يساندك عمر كله احسن من اما الف شخص وما بيهم كل فائده معلش احسنتي شكرا لكم جمهورنا الكريم وشكرا للفنان والاخ والصديق الراقي صادق والي شرفتنا شكرا مره اخرى شكرا سرمد كنت ضيف خفيف الظل وممتاز وسبب في فوز صادق والي شكرا لك اطياف اللي شرف استاذ واحب اخذ من يمك لحظات اي تفضلي هن الاتحاد العراقي للكيكو شينغاي باكر ان شاء الله يوم 21 سنه تاسيس له برئاسه الهانشي عمار وهيب احب اقول له الف مبروك وان شاء الله مديد من الانجازات والتفوق والتالق ان شاء الله ان شاء الله تحياتنا للكابتن تحياتنا شو اسمه هو الاتحاد شنو كيكو شينغاي كيكو شينغاي طبعا لعبه اكيد قتاليه وتحياتنا للكابتن عمار وهيب ومحمد غفور ان شاء الله ان شاء الله العمر كله فاطمه شكرا لك وشرفتينا واتمنى لكم مستقبل في ناديك واتمنى الأطياف أيضا مستشكر شكرا شكرا أعزائي المشاهدين لنا لقاء آخر متجدد يوم غدا في برنامج أصدقاء النجوم والعراقي الرياضية كاظم مدلل تحياتي لكم